بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو النجمة القديرة أنطوانيت نجيب تغسل الكلى مرتين أسبوعيا، والفن لم يشتري لها منزلا، وعملت في صالون للحلاقة. وشاهد وتعرف على أحفادها ومسيرتها الفنية وما لا تعرفون عنها. أهلا بكم. تعرضت الفنانة السورية أنطوانيت نجيب لوعكة صحية نقلت على أثرها إلى مستشفى الأسد الجامعي بالعاصمة السورية دمشق، بحسب ما أعلنت نقابة الفنانين السوريين عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك. وبينت أنها كانت تجري مراجعة دورية يوم أمس الاثنين، بحيث تتابع منذ زمن غسيل الكلى. وبعد عودتها إلى منزلها عانت من مضاعفات استدعت نقلها إلى المستشفى، وهي الآن بحالة صحية جيدة وتحت المراقبة، ومن المقرر أن تخرج في وقت آخر خلال اليوم الثلاثاء وتعود إلى منزلها بعد التأكد من استقرار وضعها الصحي. وحضرت رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين متصيدي مثل هذه الحالات وبعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين يسعون لجمع الإعجابات والانتشار على حساب اختراق الأخبار الكاذبة عن الفنانين. كما حذرتهم من نشر الإشاعات عن الفنانة القديرة أنطوانيت نجيب، لأن نقابة الفنانين ستتخذ من اليوم وصاعدا إجراءاتها القانونية لحماية الفنانين ومحبيهم من تداول الأخبار الغير الحقيقية. وروت الفنانة السورية أنطوانيت نجيب معاناتها مع المرض، لافتة إلى أنها تتمنى من الله الموت. فقالت النجمة القديرة أنطوانيت نجيب أنها لا تخاف الموت لأنها لم تفعل شر في حياتها، ولم تساهم في خراب بيت أحد أو التحدث عن شخص بسوء، مشيرة إلى أنها أحيانا ما تتمنى الموت لكي ترتاح، كونها تقوم بغسيل الكلى مرتين أسبوعيا مما يسبب لها إرهاق شديد، مشيرة إلى أن نقابة الفنانين فقط هي من تساعدها ماديا لغسيل الكلى. وحول مخاوفها أوضحت أنها تخاف من أن تبرك وأن تصبح عالة على حد فتتمنى الموت بأسهل طريقة. وحول وضعها المعيشي أكدت الفنانة القديرة أنطوانيت نجيب بأنها تعيش حياة كريمة، كونها لحد اللحظة لم تطلب من أحد أي مساعدة، مشيرة إلى أنها لا تحصل على الأجر الذي تستحقه في الأعمال الدرامية، فالفن أصبح تجارة على حد تعبيرها. وأكدت الفنانة أنطوانيت نجيب أن الفن لم يشتري لها منزلا ولم تجمع ثروة منه كباقي الفنانين، مشددة أنها ثروتها الحقيقية هي أولادها فقط. الفنانة أنطوانيت نجيب تزوجت من الفنان يوسف شويري في ستينيات القرن الماضي، وظلت زوجته حتى رحيله عام 2005، وقد قالت عنه أنه الحب الأول والأخير في حياتها. وقد أنجب ابنة وحيدة وتزوجت وأنجبت ولدين، أحدهما أصبح الفنان فادي الشامي. ولدت الفنانة أنطوانيت نجيب في 20 فبراير عام 45 في مدينة درعا، ويتداول البعض تاريخا خاطئا لميلادها فيقال أنها مواليد عام 30، لكنها نفت الأمر مؤخرا مع الإعلامي يامن ديب. وشغفت بالفن في سن صغيرة وبدأت بالتمثيل على خشبة المسرح المدرسي ثم خشبة المسرح العسكري، وكانت عائلتها تمانع احترافها الفن، فوالدها كان ضابطا في الجيش ويرفض أن يمتهن أبنائه الفن. وبدايتها الفنية بدأت بتقدمها لاختبارات قبول فنانين للمسرح العسكري السوري،
فتقدمت الاختبارات دون علم عائلتها باستثناء والدتها، وقبلت وأصبحت واحدة من فنانات الفرقة، وقدمت عددا من المسرحيات. وعندما علم والدها بأمر احترافها التمثيل تعرضت للضرب، وقد صرحت في لقاء مصور أنها ما زالت تذكر الكف الذي تلقته على وجهها عندما اكتشف أمرها. الفنانة أنطوانيت نجيب اكتفت بشهادة البكالوريا ولم تكمل تعليمها، وكانت تمتلك صالون تجميل في شبابها، لكن احترافها التمثيل وانشغالها به أجبرها على إغلاق الصالون، الأمر الذي أحزن زبائنها ودائما ما كانوا يطالبوها بالعودة. شاركت الفنانة أنطوانيت نجيب في عشرات المسلسلات السورية والعربية، وتنوعت أدوارها ما بين الكوميديا والتراجيديا وأعمال البيئة الشامية والأعمال البدوية وأعمال الدراما العربية المشتركة. وكانت أبرز أعمالها الفنية العظيمة فيلم شقة الحب وامرأة حائرة، كما شاركت في مسلسل صح النوم ومسلسل السعد وعد وجلوة ركان وراع الأولى. وظهرت النجمة القديرة أنطوانيت نجيب في مسلسل الشريد وشيمة والخطوات الصعبة والجوارح وكنا أصدقاء والقصاص وأخوة التراب وأيام الغضب والمحكوم. وشاركت أنطوانيت نجيب أيضا في مسلسل حمام القشاني وأوراق خريفية وفضاءات رمادية وعائلتي وأنا وحي المزار ودنيا والفصول الأربعة والخوالي وعندما يموت الحب، كما شاركت أيضا في قانون ولكن والشمعة والدبوس وبيت العز وحكاية خريف ومرزوق على جميع الجبهات وصدى الروح وأهل الغرام وطوق الياسمين وولادة من الخاصرة. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.